فندم مقاتل شاه جمعة الشاح على قوات اللواء 16 فرقة 23 سلاح الشخصي كازبر ارمجي اي ار 40 مل تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمة يا فندم. شبر الخيمة بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنة عشرة غير. ها؟ سعادة في السنة. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب كويس يعني على قد مش اللي هو قوي برضه. ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ ان شاء الله يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك بتنزل. وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ وال10 اشهر دول باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت اكيد طبعا يا فندم في محمد فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر اكيد يا فندم شكلك نبيه يا ولد شكلك نبيه انت قاعد هنا بتقعد كام يوم بتقعد في الخدمه بتقعد وقت مكان الوقت ده ما تضيعش ساعه منك انك تتعلم فيها وتاخد شهاده لازم ان شاء الله سلام زي سيادتك يا فندم لا سلام زي سيادتك ايه انا حصل عليه هجيبه محمد على المكان اللي جات هجيبك معاه ومش هيخرج مش كده مش عايز حاجه ربنا يخليك يا فندم